حصل ولا ما حصلش الاكل في القريه الاولمبيه كان لذيذ جدا؟ ما حصلش خالص يعني. ما حصلش خالص. ليه؟ هو لا يعلى على المطبخ الفرنسي. طبيعه ان احنا بنسافر دول كتيره واكلها بيبقى اكيد في دول كتيره اكلها ما كانش حلو. ليه؟ مش انا بتاقلم مع اي اكل موجود. يعني باقلم نفسي معاه عشان اتمرن والعب البطوله يعني. لا ما كانش عاجبني هرجلت المطعم كمان. المطعم كان كبير قوي ومهرجل قوي. كل الرياضيين العالم موجودين. لا بس يعني بالنسبه للي فاتت اللي كانت في طوكيو. هي طوكيو طوكيو كانت احسن. هي طوكيو رفعت الاستاندرد شويه مش طبيعي. فلما رحتي باريس بعد كده انت بتقارن بطوكيو. صحيح. عندك حق. حصل ولا ما حصلش في حد قال لي في وشي والله ما انت فالح في اللعبه دي؟ حصل حصل حصل. لا احكوا لي. انا قالوا لي روح العب جودو. صحابي كلهم جودو على فكره. طب معلش هم اللي قالوا لك لا. لا في البداية في بداية اول يعني ما كانوش ان انت مش فلق مش هتفلحي في اللعبة دي. هو انا كان شكلي يدي على جودو مصارعة. فهم قالوا لي روح العبي جودو. فقلت لهم لا انا هلعب زي اخويا. انا عايز العب زي اخويا. انا جاي العب زي اخويا اروح. فقالوا لي خلاص يعني انا طالعة جاي العب زي اخويا. جدع انت. لا انا وانا صغير عشان المفروض لعبة السلاح بتبقوا قاعدين على الملعب كده هاديين بتاع. انا زي الجارية كده بقعد اتنطط واتحرك جامد. كانوا بيتريقوا عليا كتير قوي. بيقول لك مش هتكمل. بيقعدوا يقولوا ماما من زمان كتير قوي وانا صغير ده ايه اللي هو بيعمله ده مش هيعمل حاجه يعني. لا انا اول بطوله دوليه ليا وانا عندي 15 سنه. حد يعني كان قال للمدرب الجري بتاعي قال له ده هيجري ازاي ده وزنه ده ما يجربوش اصلا حاجه يعني. اصلا بس عديت. بس عديت او كسبت زي ما هو. حصل ولا ما حصلش ان انا مارست اللعبه اللي انا اخدت فيها ميداليه في الحياه العاديه حتى ولو بهزار؟ انا بروح ما بتحركش بمكان. يعني ما والله ما بتحرك يعني لو والدتك قالت لك يا بنتي شيلي الترابيزه دي من هنا لهنا والله ما حد بيقول لي حاجه. يعني ايه يا ساره معقوله؟ طب اصل الطلب عادي مش لازم الواحد يكون بيرفع اثقال. يا بنتي شيلي مثلا ما حدش بيطلب. هم يعني انا بروح علشان احنا المعسكر بتاعنا طول السنه دايم. فبروح يعني كل شهر ولا حاجه. فاكيد مش هيشيلوني وانا في البيت. لو حد قال لك شيل الكوميديون ده من هنا لهنا لا مش هقدر. تعبان. لا تعبان. مش هقدر. يعني انت شايله انت اخدتي 151 في البطوله. يعني انت شايله 151 في الاولمبياد انما مش هتشيلي كوميديونه في البيت.